مرجوح عند النحاة وأهل اللغة. والصواب أن لن لا تقتضي النفي المؤبد بدليل تحديد الفعل بعدها في مثل قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت النفي المؤبد لما حدد الفعل بعدها، فلما حدد الفعل بعدها دل على أنها ليست للنفي المؤبد. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني قوله ضعيف، رد هذا القول لضعفه. الجواب الثاني أن لن لا تفيد النفي المؤبد ولا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد، حتى ولو جاء التأبيد بعدها فهي لا تفيد دوام النفي في الآخرة. أن لن لا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو جاء حتى ولو قيدت بالتأبيد. فالدليل على ذلك قول الله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فأخبر الله عن الكفار أنهم لا يتمنون الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر، ولن يتمنوه أبدا، قيدت لم بالتأبيد. ثم أخبر الله أنهم تمنوا الموت في الآخرة، كما أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا تمنى الموت فتمنوه في الآخرة، فدل على أن لن لا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد، فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ الجواب الثالث أن نقول إن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: لن تراني لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة. الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على نفيها من وجوه متعددة. الوجه الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، وهو كريم الرحمن وأعلم الناس بربه في وقته، فهو لا يجهل الجائز في حق الله تعالى. فلما سأل موسى دل على أن الرؤية ممكنة ليست مستحيلة، لكنه في الدنيا لا يتحمل الرؤية، لا يستطيع. الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله على موسى سؤاله رؤيته، كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه. فإن نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنكر الله عليه فقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كانت الرؤية غير جائزة لأنكر الله على موسى سؤالها، كما أنكر على نوح سؤاله نجس ابنه، لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله، ولكنه لا يستطيع النظر، لا يستطيع رؤية الله في الدنيا ببشريته الضعيفة. الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على فيها. لو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتها، فقال له: إني لا أرى
أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي، وإنما أجاب قال لن تراني، ولم يقل لي لا أرى أو لا تمكن رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تعبد، فرق بين لن تراني أو لا أمكن أو أن أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. الوجه الرابع أن الله لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم، لأن الأكل والشرب والنوم مستحيل على الله، وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. فقال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. فلم يعلقه بشيء مستحيل كالأكل والنوم والشرب، وإنما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. الخامس أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يستطيع رؤية الله في الدنيا ببشريته لضعف القوة البشرية عن تحمل رؤية الله تعالى، فإذا كان يوم القيامة نشأ الله المؤمنين تنشئة قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤيته سبحانه وتعالى. السادس أن الله تجلى للجبل، أن الله تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فلعل يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. السابع أن الله نادى موسى وناجى وكلمه، ومن جاز عليه التكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤيته في الآخرة. إن الله نادى موسى وناجاه وكلمه، فمن جاز عليه النداء والتكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز أن يراه من باب أولى في الدار الآخرة. الثامن أن رؤية الله نعيم، وهو أعظم نعيم، والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، فلذلك منع موسى من رؤية الله، لأن الرؤية نعيم، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله كما جاء في الحديث، ولذلك أعظم نعيم يعطاه الجنة هو الرؤية. فإذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم، هو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، فالرؤية نعيم، والنعيم لا يكون لأهل الدنيا وإنما يكون لأهل الجنة، فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية في هذه الآية الكريمة. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الاستدلال قالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، أن الله نفى إدراك الأبصار له فدل على أنه لا يرى، وهذا نفي للرؤية. والجواب أجيب بجوابين. الجواب الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخف من الرؤية، والرؤية أعم، ونفي الأخف لا يدل على نفي الأعم. أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وفرق بين الرؤية وبين الإدراك، فالرؤية أعم من الإدراك والإدراك أخف، ونفي الأخف لا يدل على نفي الأعم. والإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، لأن الإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، فالله نفى الإدراك وهو الإحاطة ولم ينفي الرؤية. فأنت ترى السماء لكن هل تحيط بها رؤية؟ لا تحيط بها من جميع جهاتها،
ترى جزءا منها. فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية، وأنت ترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية، ترى الجبل ولا تحيط به رؤية، ترى المدينة، أنت في مدينة الرياض الآن تراها، هل تحيط بها وأنت في مكان تحيط بها لا رؤية؟ لا شيء. وإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية فكيف يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم سبحانه وتعالى. فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. والدليل على أن نفس الرؤية غير نفي الإدراك غير نفي الرؤية ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم اتبعون، فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون جيشه. فلما ترى الجمعان قال الله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الرؤية ثابتة. لما ترى الجمعان، الجمع جمعان هي الجيشان، الجمع الذي يقوده موسى والجمع الذي يقوده فرعون، ترى الجمعان، رأى بعضهم الآخر، ثبتت الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون لمحاط بنا، فنفى موسى الإدراك وقال كلا لستم بمدركين، إن ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فإذا الرؤية ثابتة، فراء جمعان، ولكن نفى موسى الإحاطة، يعني يقول قوم موسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون سوف يحيط بنا فرعون، ماذا نفعل؟ البحر أمامنا فإن خضناه غرقنا، وفرعون وجيشه خلفنا فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعل؟ إنا لمدركون. فقال موسى كلا لستم بمدركين، إن ربي، إن معي ربي سيهدي. فأمر الله موسى فضرب البحر بعصاه فصار يبسا، يبس في الحال 12 طريقا، فسلكه موسى وقومه وتبعهم فرعون وقومه. فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعون أمر الله البحر أن ينطبق عليهم وأن يعود إلى حالته. فإذا الرؤية ثابتة تراءى جمعان، وموسى نفى الإدراك يقول لست بمدركين، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة. فالله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. الجواب الثاني أن الآية سيقت مساق المدح، الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا بالنفي المحض. الآية سيقت مساق المدح، الله تعالى أثنى على نفسه بأنه لا تدرك الأبصار، الآية سيقت مساق المدح. والمدح إنما يكون بشيئين، الشيء الأول، الصفات الثبوتية، كما يمدح نفسه بأنه بكل شيء قدير وبكل شيء أحاط بكل شيء علما، والثاني النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، كنفي السنة والنوم لكمال قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لكن يتضمن إثبات ضده من الكمال لكمال حياته وقيوميته، لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره، نفي الموت لكمال حياته، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، نفي الولد والشريك والصاحبة لكمال ربوبيته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. فكذلك هذه الآية لا تدركه الأبصار لكمال عظمته
وكونه أكبر من كل شيء. فالنفي المحض، فالنفي فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال كما في هذه الآيات، أو يكون بالصفات الثبوتية. أما النفي المحض الصرف فهذا لا يكون كمالا، لأن المعدوم يوصف بالنفي الصرف المحض، والمعدوم لا يمدح. فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية فقط لما كان كمالا ولما كان مدحا. لو قيل معنى لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، المعدوم لا يرى. لو قال لا تدرك الأبصار، لو قيل إن معنى لا تدرك الأبصار، لو كان معنى الآية كما تقولون أيها النفاس لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، لأن المعدوم لا يرى. فما فائدة هذا النفي؟ ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال، وهو إثبات الرؤية ونفي الإدراك. فالمعنى إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لا تدرك، والمعنى تراه الأبصار ولكن لا تحيط به ولا تدركه لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتبين أن الآية تدل على إثبات الرؤية، ولكن المنفي هو الإدراك وهو الإحاطة لكونه سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال سبحانه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال سبحانه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى أنكر على من سأل رؤيته وذمه، أنكر على هؤلاء حينما سألوا رؤية الله وذمهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة بالصاعقة لظلمهم، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. لو كان الله يرى لما أنكر الله على هؤلاء الذين طلبوا رؤية الله وذمهم وعابهم وعاقبهم بالصاعقة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فإذا الذين سألوا رؤية الله ذمهم الله وعابهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة لظلمهم، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. هذا استدلالهم. والجواب الرد أن يقال إن هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا رؤية الله في الدنيا إلحافا، ألحفوا في السؤال، سألوا رؤية الله إلحافا فذمهم الله وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة وقال هل نرى ربنا؟ فقال نعم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلك، أثبت الرؤية وبشرهم بذلك وحسنه لهم، بشرهم بذلك بشرى جميلة وأنهم يرون الله في الآخرة. لكن هؤلاء الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا في الدنيا، سألوا ممنوعا ولذلك عاقبهم الله بالصاعقة وذمهم وعابهم. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة كما سأله الصحابة لما ذمهم الله ولما أنكر عليهم بل لبشرهم، بل إن النبي بشر الصحابة
وحسنها لهم وبشرهم بشرى جميلة، فدل على أن الله يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى. وبهذا يبطل استدلال هؤلاء النفاة بأن الله لا يرى في الآخرة. هذه أمثلة. ننتقل بعد هذا إلى رؤية الله في الدنيا، حكم رؤية الله في الدنيا، هل رؤية الله في الدنيا ممكنة أو غير ممكنة، وهل هي واقعة أو غير واقعة. تحرير محل النزاع. أولا، اتفقت جميع الطوائف على أن الله يرى في المنام، يرى في المنام كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية، أن جميع الطوائف اتفقوا على أن الله يرى في النوم إلا الجهمية، فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم لرؤية الله، فمن شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام. لكن رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما يراه الإنسان يعني هو، وأن يرى الله سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليه، بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في حالة حسنة، في صورة حسنة، وإن رأى كان اعتقاده فيه خلل رأى رؤيته رأى ربه في صورة مناسبة لاعتقاده، كما قرر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن رؤية الله في المنام جائزة عند جميع الطوائف بعد الجهمية. رؤية الله في اليقظة، هذا محل النزاع. رؤية الله في اليقظة، هل يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة في الدنيا؟ ذهبت المشبهة إلى أن الله يرى في الدنيا، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله وأخزاهم. هؤلاء المشبهة كفرة من غلاة الشيعة، هذا يقول إن الله على صورة الإنسان، وإن الله يشبه الإنسان في صفاته وبذاته وصفاته تعالى. هؤلاء كفرة أثبتوا أن الله يرى في الدنيا، قبحهم الله. كذلك بعض الصوفية قالوا يمكن أن يكون الله في الخضرة، إذا رأيت خضرة شيء أخضر قالوا لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخضرة، قبحهم الله. أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج، هل رأى ربه أو لم يرى ربه، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، هذا بالإجماع، اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، هذا محل اتفاق. والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد على العلم العادي. والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأي لربه ليلة المعراج خاصة، هل رآها ولم يره؟ فإذا أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعين رأسه ليلة المعراج في السماء، هل رآه أو لم يره، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج خاصة. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه.
القول الثالث التوقف في المسألة، فتكون الأقوال والمذاهب ثلاثة. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء بعيني رأسه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأتباعه، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول النووي في شرح صحيح مسلم، وأبو الحسن الأشعري وأتباعه، واختاره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، واختاره أبو إسماعيل الهروي. فكل هؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج. إذن هو رواية عن ابن عباس، وقول لابن عباس، ورواية عن الإمام أحمد، فاختاره النووي والأشعري أبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد. واستدلوا دليلهم، استدلوا بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثبت روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي رواية: هي رؤيا عين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. ذكر ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد. قالوا: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي رواية: رؤيا عين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وإنما رآه بعين قلبه، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت لمسروق لما سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي رواية أنها قالت: من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود وعن أبي هريرة واختلف فيه، وعن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، بل هو قول جمهور العلماء، وهو الصواب كما سيأتي. واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه بأدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالآية فيها بيان أنواع الوحي، وأن الله تعالى إذا كلم الرسول فإما أن يكون وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله، إما أن يكون وحيا يلقى في روعه أو يكون من وراء حجاب كما كلم الله موسى من وراء حجاب،
وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء. فقوله الله تعالى في الآية وما كان لبشر، يدخل في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فهو بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فمحمد بشر كلمه الله من وراء حجاب، هو محجوب عن رؤية الله، لكن كلمه الله بدون واسطة، سمع كلام الله، ففرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خصصت ثم قصفها الله إلى 5 صلوات، كلمه الله بدون واسطة لكن من وراء حجاب لم يره، نص الآية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، والله فالله كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب، لم يكشف الحجاب حتى يره، وإنما كلمه من وراء حجاب، نص الآية. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أرى، نور أنا أرى، أن اسم استفهام بمعنى كيف، والمعنى نور كيف أرى، المعنى أن الحجاب، أن النور حجاب يمنعني من رؤية الله، نور أنا أرى، أن الحجاب النور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فكيف أرى؟ هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، وفي رواية وفي لفظ رأيت نورا، وهو الحجاب. الدليل الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، والمعنى واحد، النار بمعنى النور، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، يعني الله تعالى احتجب بالنور، لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا صريح في أن الله لو كشف الحجاب لأحرق جميع خلقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله، فلو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجه الرب ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه في المعراج، لأن الحجاب يمنعه من رؤية الله، لأن الله احتجب عن جميع خلقه بالنور. هذه الأدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه. وأما أهل القول الثالث الذين توقفوا قالوا نتوقف، يعني ما ندري، لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، ولا نقول إنه لم يره، وهذا ذهب إليه القرطبي رحمه الله والقاضي عياض وغيرهما، قالوا نحن نتوقف، لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولا نقول إنه لم يره، قالوا لأن الأدلة متكافية، أدلة هؤلاء تكافى هؤلاء، وليس في المسألة دليل قاطع، وما استدل به هؤلاء واستدل به هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل، فلذلك توقف ما تبين لهم الأمر، قالوا نحن نتوقف، لا نقول رآه ولا نقول ما رآه، لأن هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وأدلة هؤلاء
محتملة للتأويل وأدلة هؤلاء محتملة للتأويل، وبهذا لا نجزم في أحد القولين، فلا نقول إنه نراه يراه، ولا نقول إنه رأى ربه، ولا نقول إنه لم يره، فنتوقف في مسألة. والصواب في المسألة والراجح من هذه الأقوال القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه، هذا هو الصواب. لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة واضحة، وكون القاضي عياض والقرطبي ما تبين لهم هذه الأدلة فهذا يدل على تفاوت الناس في الأفهام، الناس يتفاوتون في الأفهام، هم لم يتبين لهم ولكن تبين لغيرهم. فقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب صريح، فالنبي يكون بشر وكلمه الله من وراء حجاب. وكذلك حديث أبي ذر حجابه النور، وفي النار حديث أبي موسى، حديث أبي ذر رأيت نورا صريحة، دلة صريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم محجوب عن ربه بالنور، وأن الله احتجب عن جميع خلقه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي مخلوق لا يثبت برؤية الله في الدنيا، وذلك أن الرؤية نعيم فلا تكون لأهل الجنة، فلا تكون للأنبياء ولا لغيرهم، لا يمكن أحد أن يرى الله في الدنيا، لأولا لأنه لا يستطيع أن يثبت برؤية الله، فكيف يستطيع البشر أن يثبت برؤية الله؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يثبت برؤية الشمس وهي مخلوقة، هل تستطيع أن تثبت برؤية الشمس تحدق بالشمس بعينك؟ تنعمي تعمى، لو حدقت الشمس ذهب بصر عينك، ما تستطيع أن ترى الشمس وهي مخلوقة، فكيف يستطيع البشر أن يرى الله؟ بل إن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورة التي خلق عليها. ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن هذا لا يكون، وقال سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لباسه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن مقاربته والأخذ عنه. فإذا كان الناس البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على الصورة التي خلق عليها فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله حينما رأى جبريل في أول بعثة على الصورة التي خلق عليها، ثبته الله وجاء يرجف فؤاده إلى زوجه وقال خشيت على نفسي. فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك وهو مخلوق لا يستطيعون أن يروا الله، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس وهي مخلوقة ويحدق بها شدة في شعاعها فكيف يستطيع أن يرى الله؟ لا يستطيع الناس أن يروا الله في الدنيا، ولا يستطيع أحد، لا الرسل ولا غيرهم ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. ولأن الأدلة صريحة، ولأنه لا يوجد شيء من الأحاديث المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، ليس هناك شيء من النصوص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وأنه رأى ربه بعينه ليلة المعراج، ولم يقله أحد من الصحابة، بل إن الأحاديث تدل على نفي الرؤية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. أما ما استدل به القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهو قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا، فالمراد رؤيا الآيات،
ليس المراد رؤية الله، نريه من آياته ومن رؤية الآيات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الآيات، لما أسلي به وعرج به ورأى الآيات أخبر الناس فصار فتنة واختبارا لهم، حيث صدقه قوم وكذبه آخرون. فإذا المراد بالرؤية في قوله لنريه من آياتنا الآيات، فلما أراه الآيات أخبر الناس فكان فتنة واختبارا لهم، حيث صدقه آخرون وكذبه آخرون. ولهذا قال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني في اختبارا وامتحانا، حيث صدقه قوم وكذبه آخرون. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وقوله أفتمارونه على ما يرى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى. فالله تعالى أخبر أنه رأى الآيات وأنه رأى جبريل، ولو كان الله أراه نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات. فالله تعالى أخبر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا، هذه رؤيا الآيات. وقال أفتمارونه على ما يرى، يعني من الآيات وجبريل، وقال ولقد رآه، يعني جبريل نزلة أخرى. فلما نوه الله عن رؤيته للآيات ورؤيته لجبريل دل على أنه لم يريه نفسه، ولو كان الله أراه نفسه لنوه عن ذلك، لكن رؤية الله أعظم وأعظم وأعلى وأشرف وأجل من ذكر الآيات وذكر جبريل. فلما لم يذكر الله أنه رأى ربه وأن الله أراه نفسه، وإنما ذكر رؤيا الآيات ورؤيا جبريل، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، ولو رأى ربه لذكره الله وبينه، لأن ذكر ذلك أعظم وأهم وأشرف. فكيف ينوه الله عن رؤيته صلى الله عليه وسلم للآيات وعن رؤيته لجبريل ولا ينوه عن رؤيته له سبحانه وتعالى؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. أما ما روي عن ابن عباس وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، فإن الروايات التي رويت عن ابن عباس بعضها مطلقة وبعضها مقيدة. فإن روي عن ابن عباس أنه قال رآه، وفي رواية أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. فالروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد، بعضها فيه أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. فالرواية التي رآه التي فيها أنه رآه تحمل على رؤية الفؤاد وأنه رآه بقلبه. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه تارة يطلق الرواية وتارة يقيدها، ويروى عن الإمام أحمد أنه قال رآه، وتارة يقول رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. وليس هناك رواية عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد صريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وإنما الروايات إما مطلقة وإما مقيدة برؤية الفؤاد، إما مطلقة رآه أو مقيدة برؤية الفؤاد رآه بفؤاده. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه المحققون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. وما ورد عن من الآثار أو ما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد، على رؤية القلب. وما ورد من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية القلب والفؤاد.
وما ورد من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي الرؤية بالعين، بالعين بعين الرأس، وبذلك تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة بهذا. ما ورد من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو محمول على أنه رآه بقلبه، وما ورد من الآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه فهي محمولة على نفي رؤيته بعين رأسه. وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فهو محمول على رؤية القلب والفؤاد. وما ورد عن السلف، ما ورد عن الصحابة وعن السلف والعلماء والأئمة بأنه لم يره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه فهي محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه، وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف، كما بين ذلك أهل التحقيق، أهل العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو التحقيق في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، والرؤية بعين قلبه يعني العلم، العلم الزائد على العلم العادي. وما جاء عن الإمام أحمد أو عن ابن عباس أو غيره من السلف أو من الآثار من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد، وما جاء عن ابن عباس أو عن الإمام أحمد أو عن السلف أو عن الآثار من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي رؤيته بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، والله الموفق للصواب. وبهذا نأتي إلى ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله إليكم، هل هناك دليل صحيح صريح في أن الله تعالى له عينين اثنتين؟ لأن حديث الدجال ليس بصريح. نعم، ثبت أن له أكثر من قدم. نعم، حديث الدجال صريح، قال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، دل به أهل العلم على إثبات العينين لله، وأن لله عينان سليمتان. الدجال أعور عين اليمنى، له عينان الدجال، عين عوراء وعين سليمة، وإن كانت الثانية أيضا فيها عور، فيها عيب من جهة أخرى، والله تعالى نفى عن نفسه ذلك فدل على أن له عينان سليمة، هو صريح فدل في هذا العلم على إثبات العين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، هل هذا التقسيم تقسيم صحيح أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟ ذاتية وهي معنوية وخبرية، وفعلية لازمة ومتعدية، وذاتية فعلية. اسأل. صفات الله تنقسم ثلاثة أقسام، ذاتية وهي منقسمة إلى معنوية وخبرية، وفعلية وهي منقسمة إلى لازمة ومتعدية، والقسم الثالث ذاتية فعلية. ما يعني التقسيم معروف أن الصفة الذاتية أنها بعضها يقسم بعض العلماء إلى علمية وإلى ذاتية أو معنوية كالعلم ذاتية كاليد، وصفات فعلية وإذا تتعلق بالمشيئة والاختيار. مسألة متعدية ولازمة، هذه الصفات قد يكون لها أثر، وبعضها صفات لازمة مثل كونه سبحانه وتعالى لطيف عباده، كون الرزاق يرزق عباده، في الصفات لها أثر، بعض الصفات لها أثر وبعضها لازمة، مثل يعجب ربك من الشاب ليس له فضة، هذا العجب ما يبقى له أثر في الصفة، كصفة الرزق، صفة الرزق والخلق هذه لا أثر. فإذا أريد بهذا متعديا لا الأثر هو صحيح من هذه الناحية، لكن المعروف عند العلماء تقسمها إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والصفات الذاتية التي تنفك عن الباري، والذاتية مثل اليد والقدرة والسمع والبصر، بعضهم يسمي العلم
والحياة الصفات المعنوية. وعلى كل حال الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والاستواء والنزول والطي والتصوير والخلق والغضب والرضا والمحبة والسخط والكراهة، ولا الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. أما العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة واليد والرجل والعينان صفات ذاتية لا تفك عن الباري. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك صفة قديمة النوع حادثة الآحاد غير صفة الكلام؟ نعم، خلق الخلق تصوير كلها، كل الصفات الفعلية هكذا قديمة النوع حادثة الآحاد، خلق والتصوير والبصر إلى آخر صفات الفعلية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يشهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له القرآن والسنة، بل ثناء الناس عليه كما شهد أبو ثور للإمام أحمد بالجنة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ذكرها العلماء، ذكر شارح الطحاوية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، وهذا ذهب إليه أوزاعي. والقول الثاني أنه يشهد للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وسيد شباب أهل الجنة وعكاشة الموحد وجماعة. والقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء ولمن شهد له عدلان، لمن شهد له عدلان بالخير. ويستدلون بحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فسأل عمر النبي ما وجبت؟ قال هذا أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه في الصحيح. وفي الحديث الآخر يوشك أن تعلموا أهل الجنة في أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا من شهد له اثنان بالخير عدلان يشهد له بالجنة، فإذا أنطقهم الله، أنطق الله الناس بالثناء عليه وأثنوا عليه وهم عدول، دل على أنهم من أهل الجنة. ولهذا شهد أبو ثور للإمام أحمد بالجنة. هذا قول. والصواب القول الثاني، الصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو شهد لكل أحد بالجنة لما كان هناك فائدة من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه ما يمكن في الغالب أحد إلا نجد اثنين يشهدان له بالخير، فيكون كل شخص يمكن أن يشهد له بالجنة، ولكن هناك فارق بينه وبين من شهدت له النصوص. ولأن الناس غير معصومين، هم غير معصومين وليس لهم إلا الظاهر. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، هذا الذي عليهم يحققون. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أن حكم التكفير يدرع عمن وقع فيه بشبهة حصلت له، وعلى هذا فالرافضة الذين يجعلون عليا إلها ما قالوه إلا بشبهة، والنصارى الذين زعموا أنهم صلبوا عيسى ما قالوه إلا بشبهة حصلت لهم، فكيف الجواب عن ذلك؟ لا، هذا لا كفار من الأساس، هؤلاء ليسوا مسلمين، وقد قامت عليهم الحجة، ولا يشترط لهم الحجة حتى، لأن بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال لأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاليهود والنصارى والوثي كفار قد بلغتهم الدعوة، إنما السلام في المسلم الذي تكلم مؤمن الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام ثم تكلم بكلام له فيه شبهة. أما هؤلاء فقد قامت عليهم الحجة ببعثة الرسل وبنزول القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يستدل بعضهم بهذه الآية على أن الله لا يوصف بكلمة شيء، فكيف يرد عليهم؟ وهل هي أي كلمة شيء تطلق على المعدوم والموجود أم على الموجود فقط؟ كلمة شيء هذه من الأشياء المشتركة، لأن لم تقيد بشيء. فالذي يقول إن الله لا يسمى شيئا هذا جهمي، ليس شيئا هذا جهمي، لأنه لا يثبت شيئا، كما قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، قال الجهمية أنتم لا تثبتون شيئا، لأن قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، فأرادوا أنه لا يشبه حتى مجرد اسم الشيء. فالذي يقول إن الله لا يسمى شيئا هذا جهمي لا يثبت شيئا، من الجهمية. كلمة شيء إذا قطع عن الإضافة والتخفيف صار مشترك، لفظ شيء، لفظ موجود وجود، لفظ علم مشترك بين علم الخالق وعلم المخلوق، لفظ سمع، لفظ بصر. لكن إذا جاء التقييد علم الخالق علم المخلوق هنا تخصص، زال الاشتراك. أما لفظ شيء لفظ موجود هذا مشترك، فالذي ينكر هذا معناه ما أثبت وجودا لله. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي السبحات في قوله صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات وجهه؟ الله أعلم. النووي يقول أنوار سبحات وجهه أنوار بصره أو جماله، والله أعلم. النووي ذكر هذا، لكن النووي رحمه الله لا يعتمد على قوله في مثل هذا، لأنه ليس عنده تحقيق في مسألة الصفات والعقائد. نعم. أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من انتهى إليه بصره؟ وهل يدل على أن لبصر الله نهاية؟ نعم، والمعنى أنه لو كشفه لأحرق جميع المخلوقات، يعني هذا المعنى، لأن من انتهى بصره من خلقه من بيانية ليست تبعيضية، وليس المعنى أن هناك شيء من خلق الله لا ينتهي بصر الله، المراد البيان، المراد أن بصر الله ينتهي جميع خلقه، المعنى يحرق جميع خلقه. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الله لا يرى في الدنيا لأسباب، وذكرتم سببا واحدا أنه لا يستطيع أحد أن يثبت برؤيته، فما هو الباقي؟ الباقي الأدلة، كما سمعت الأدلة أرجع الأدلة كلها، لكن هذه منها من الأدلة العقلية والواضحة التي تدل على أنه لا تمكن رؤيته في الدنيا. فكان بعض المخلوقات لا يستطيع الإنسان رؤيتها والثبات لها، فكيف رؤية الخالق؟ نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، بأن الساق الشدة؟ هذا نعم قد هذا قاله بعض العلماء، وهو في اللغة العربية يطلق على الشدة، وتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، ويطلق على شدة الأرض، لكن المراد به في الآية الكريمة يوم يكشف عن ساقه إثبات الصفة لله عز وجل، ويدل على هذا الحديث وقبل في البخاري: يكشف عن ساقه، والضمير يعود إلى الله، إثبات صفة الساق لله عز وجل. وإن كان الساق كشف الساق يطلق على شدة الأمر في اللغة العربية، لكن المراد به في الآية الوصف بدليل ضم، لا إذا ضمنت الآية إلى الحديث دل على ثبوت الصفة، لأن صفة الساق ثابتة في الحديث يشفع عن ساقه. أما الآية فليس فيها إضافة الضمير إلى الله، فقال يوم يكشف عن ساق، لكن إذا ضمنت الآية إلى الحديث دل على ثبوت الصفة، وأن المراد صفة الساق لله عز وجل، وهو علامة جعلها الله علامة بينه وبين المؤمنين، يكشف عن ساقه عرفه سبحانه فسجدوا له، ولهذا قال: يوم يكشف عن ساق يدعون الى السجود فلا يستطيعون. في الحديث دل الحديث على هذا، وان الله تعالى يتجلى لهم في صوره غير الصوره التي يعرفون، ثم يتجلى لهم في الصوره التي يعرفون فيسجدون له. فكشف الساق يطلق على شده الامر، ولكن المراد به في الايه إذا ضمنت هذا الحديث صفة الساق للرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف الجمع بين هذا وقوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا الآية؟ ليس هناك معارضة، هذا النور الذي يعطونه وهم يمشون، يعطى المؤمنون نور والمنافقون نور، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون ويجاهدون، فكانوا معهم في الدنيا في الآخرة، كانوا المنافقين ظنوا أن نفاقهم سينفعهم حتى في الآخرة فصاروا مع المؤمنين، فالكفار كلهم سقطوا في النار وبقيت هذه الأمة فيها منافقوها، فتجلى الله لهم فسجد المؤمنون والكفار ما استطاعوا والمنافقون ما استطاعوا السجود، جعل الله كل واحد ظهره طبقا يوم يجعل السجود فلا يستطيعون، ثم انطلقوا، فلما انطلقوا صار معهم نور، كل واحد معه نور، ثم انطفأ نور المنافقين فقالوا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، ما عندنا نور، اصبروا انتظروا، صاروا في الظلام والمؤمنون معهم نور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العالم، هذا قبل دخولهم النار. نعم، أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع الأملاك، وعلى الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. سبق أن المؤمنين يرون ربهم أيضا في موقف القيامة قبل دخولهم الجنة، وهذا متفق عليه، اختلف العلماء في غير المؤمنين هل يرون ربهم أو لا يرونه على أقوال الثلاثة. قول الأول أن أهل الموقف جميعا يرون الله عز وجل مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجوا عن الكفرة، والقول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون، أنه يراه المؤمنون والمنافقون، القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمن خاص. وكذلك هذه الأقوال في تكريم الله لأهل الموقف نفس الأقوال الثلاثة، هل يكلم الله أهل الموقف؟ قيل لا يكلم إلا المؤمنين، لا يكلم سبحانه إلا المؤمنين، وقيل يكون التكريم للمؤمنين والكفرة ثم لا يسلم الكفرة، وقيل يكون التكريم للمؤمنين والمنافقين، هذه الأقوال الثلاثة تجري في التكريم. وقول المؤلف رحمه الله: والمؤمن والرؤية حق لأهل الجنة، ما لم يتعرض المؤلف لرؤية المؤمنين في موقف القيامة، والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه 4 مرات كما ثبت في بعض الأحاديث، يرونه مرة الأولى ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي يعرفون فينكرون ويقول نعوذ بالله من هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، ثم في المرة الثالثة يتحول في الصورة التي يعرفون فيفسدون له، حينما يجعل بينه وبينهم علامة، يجعل لهم علامة وهي نفس الساق، فيفسدون له، فإذا رفعوا رؤوسهم تحول في الصورة التي رأوه في أول مرة، فيرونه 4 مرات في موقف القيامة، المؤمنون يرونه في قبل دخول الجنة، وأما بعد دخولهم الجنة فكذلك الحديث متواتر في هذا كما سبق. ورؤية الله سبحانه وتعالى، خلاصة في مبحث الرؤية أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة،
لأن كل موجود يجوز أن يرى. ومن الأدلة على جوازها عقلا سؤال موسى ربه أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك، وموسى لا يجهل الجائز بحق الله تعالى. وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا. رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا. ومن أصح الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ورواه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث في رؤية المؤمن لربهم متواترة كما سبق، رواها من الصحابة نحو 30 صحابي. وقول المؤلف رحمه الله: بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار. فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. وإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية فكيف بالخالق؟ الخالق أولى وأولى أن لا يحاط به. فأنت ترى البستان ولا تحيط به رؤية، وترى الجبل ولا تحيط به رؤية، وترى السماء ولا تحيط بها رؤية، وترى المدينة ولا تحيط بها رؤية، وهي مخلوقات. فالخالق أولى بأن لا يحاط به رؤية، كما أنه سبحانه يعلم ولا يحاط به علما، كما قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا كيفية، لا نكيف، لا نقول نكيف، نقول يرى على كيفية كذا أو على كيفية كذا، أو أننا نراه كيفية كذا. نثبت الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، والله أعلم بالكيفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذه صريحة، الآية صريحة في نظر في رؤية المؤمن لربهم، لأن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وأخلى الكلام عن قرية تدل على موضوعه وحقيقته، تدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. نعم. وتسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم، تسيره على ما أراده الله وعلمه، لا نذكر كيفية ولا نتأول. فالصفات لا تكيف، علمها عند الله، علمها إلى الله سبحانه وتعالى، يرد علمها إلى الله. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. نعم، كل ما جاء من الحديث فهو يفسر على ما أراده الله وعلى ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يعني لا ندخل في ذلك في الكيفية لأن نتوهم بأهوائنا، نتوهم بظنوننا وأهوائنا، كما توهمت المعتزلة، فهم توهموا بأهوائهم وظنونهم أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسما وأن يكون متحيزا،
وأن يكون محدودا. قالوا لو أثبتنا رؤية الله في الأبصار للزم من ذلك أن يكون الله في جهة وأن يكون محدودا وأن يكون جسما وأن يكون متحيزا. هذا توهم، توهم بظنونهم وأهوائهم. فلما توهموا هذا التوهم نفوا الرؤية وتأولوا بآرائهم وقالوا معناها العلم. فلا ندخل في متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا كما يفعل مقاتل الرؤية المعتزلة. توهموا بظنونهم معنى باطلا للرؤية ثم نفوها وأثبتوا لها معنى باطلا بآرائهم. فتوهموا أولا بظنونهم ثم تأولوا معنى بآرائهم. لما توهموا أنه يلزم من الرؤية رؤية الرب بالعين أن يكون جسما متحيزا نفوا ذلك ثم أثبتوا معنى للرؤية بآرائهم بآرائهم وقالوا معناها العلم. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. وهذا هو دين المرء، لا يسلم إلا إذا سلم للشرع، لنصوص الشرع، الكتاب والسنة. فالواجب كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه إلى عالمه. فيسلم المسلم لنصوص الوحي والكتاب والسنة ولا يعترض عليهما، ولا يعترض عليهم بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، كأن يقول مثلا العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل، وهذا من أبطل الباطل. فالواجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لنصوص الوحيين، وأن يرد المسلم علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ويسلم من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ولا يعترض عليهم بشكوك ولا شبه، ولا يقول العقل يشهد بضد النقل والعقل أصل النقل. هذا فإذا عرض قدمنا العقل. هذا هو الاعتراض، هذا اعتراض وعدم تسليم. الواجب التسليم والخضوع لنصوص الكتاب والسنة والقبول. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. لا يثبت قدم الإسلام إلا على التسليم، على ظهر التسليم والاستسلام. يعني لا يثبت الإسلام من لم يسلم من نصوص الوحي وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري فيما رواه البخاري عنه: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. ولا نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل وتوحيد متابعة الرسول، فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا من عذاب الله إلا بهما. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهذين التوحيدين: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول. فنوحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إليه، فلا نتحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره، بل ننقاد لأمره عليه الصلاة والسلام، ونتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبهالة أذهانهم، أو نتوقف على تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخ أو إمام أو ذي مذهب أو طائفة، فإن أذنوا نفذ وقبل خبره وإلا فوض. هكذا يفعل
الذين لم يستسلموا لنصوص الوحي، بل واجب التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. ولا يمكن أن يكون العقل الصريح يخالف نقلا صحيحا، هذا لا يمكن، فما جاءت به الشريعة يوافق العقول الصحيحة، ولا يمكن أن يخالف نقل صحيح عقلا صريحا أبدا، هذا لا يكون. لكن إذا جاء ما يهمه مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول ليس عقلا صريحا، بل هو مجهول جهالة، ولو حقق النظر لظهر له ذلك. أما إذا كان النقل غير صحيح فإنه لا يصلح للمعارضة. بعض الناس يقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن كل من العقل والنقل مدلول، والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. إذا تعارض العقل والنقل فإنه يجب تقديم النقل، لأن كل من العقل والنقل مدلول، والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وأهل الكلام وأهل البدع المعتزلة وغيرهم إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص، وتقديم العقل له آثار سيئة، له آثار، تقديم العقل على النصوص له آثار في نقصان التوحيد، فمن لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. وتقديم العقل على السمع، تقديم العقل على النصوص من مصادر الفساد في العالم، تقديم العقل على النصوص من مصادر الفساد في العالم، وذلك أن الفساد في العالم دخل من ثلاث فرق، إما من الملوك الجائرة، ومن علماء السوء وأحبار السوء، ومن رهبان السوء وعباد السوء، من الملوك الظلمة، ومن العلماء المنحرفين، ومن الرهبان العباد الذين يتعبدون على جهل وظلام. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وعلماء السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أباحه الله ورسوله. هؤلاء يقدمون، يخرجون عن الشريعة ويقدمون آراءهم وأقيستهم الفاسدة على نصوص الوحي. ورهبان السوء وهم الجهال المتصوفة الذين يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. فالملوك الجورة الجائرون يقولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وعلماء السوء يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، ورهبان السوء عباد السوء إذا تعارض يقولون إذا تعارض الذوق والذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ولهذا قال عبد الله المبارك الإمام المعروف رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والعلماء يضربون مثلا للنقل مع العقل، يضربون مثلا للنقل مع العقل، وذلك أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، فالعقل كأنه عامي كالعامي المقلد،
والنقل عن النصوص كالعالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ويتعلم، ولا يمكن العالم أن يكون نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، إذا عرف العامي المقلد عالما فجاء عامي آخر يريد أن يستفتي فدله هذا العامي، دل عاميا آخر على العالم استفتي، ثم اختلف المفتي والدال، اختلف المفتي العالم والدال العامي الذي دله، فإن المستفتي يأخذ بقول من؟ بقول العالم ولا بقول العامي الذي دله؟ يأخذ المستفتي، يجب عليه قبول المفتي دون الدال. فلو قال الدال العامي الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. المعنى من رام، يعني من أراد وقصد أن يعلم علما محظورا عليه ممنوعا منه شرعا، كان يريد أن يعلم الكيفية، كيفية الصفات، يعلم يريد أن يعلم حقائق الآخرة، هذا ممنوع. فإذا من رام علم هذا العلم المحظور، من رام علم ما حضر عليه ممنوع منه، من رام علم ما حضر عليه علمه حجبه مرامه عن صحيح الاعتقاد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام يعني قصد وأراد أن يصل إلى العلم الذي منع منه شرعا، فعلم الكيفية الصفات وعلم حقائق الآخرة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما قنع بالتسليم للنصوص، حجبه مرامه، يعني هذا القصد السيء حجبه عن صافي المعرفة وصحيح الاعتقاد وصحة الإيمان، فصار في إيمانه خلل، وفي تحقيقه للتوحيد ضعف ونقص، وفي إيمانه دخل، لأنه طلب شيئا ممنوعا منه. فالواجب على الإنسان ألا يطلب شيئا ممنوعا منه. أنت منعت من علم الكيفية، ما تستطيع أن تصل إلى علم كيفية اتصاف الرب بالصفات، ممنوع من أن تطلب علم كيفية الذات ذات الرب، ممنوع من ما تعلم حقائق الآخرة. فإذا طلبت هذا الشيء ولم تقرع بالتسليم، فإن طلبك هذا يحجبك عن المعرفة الصحيحة، ويحجبك عن تحقيق التوحيد، ويحجبك عن صحة الإيمان، فليكون في إيمانك دخل. وسبب الإعراض وسبب ضلال كثير من الناس هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، ولهذا يسمون أهل الكلام، وإنما سموا أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد، وهما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم من الحس،
وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. نعم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع منه يبقى في حيرة وشك ويتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الكفر وبين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار، ويكون موسوسا تائها حائرا ضالا بسبب عدم ثباته وبسبب تجاوزه لحده. فإن الإنسان حده أن يعلم ما أمر ما شرع الله ورسوله وما أمر الله به في معرفته من العلم النافع، يعني يعلم أسماء الرب وصفاته ومعانيها، ويعلم ما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي، ويعلم ما يكون في الجزاء في يوم المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة. أما الحقائق والكيفية والكنه فهذا لا يطلبه، فإذا طلبه صار عنده وسوسة، صار موسوسا تائها حائرا ضالا متذبذبا مضطربا بين الكفر والإيمان، بين التصديق والتكذيب، بين الإقرار والإنكار. والواجب على الإنسان أن يقف عند حده وأن يطلب العلم الشرعي، وأن يقف عند حده ولا يطلب العلم الذي منع منه حتى يثبت إيمانه ويرسخ يقينه ويحقق توحيده وإيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تجاوز حده فإنه يبقى بين الشك واليقين وبين الإقرار والتكذيب وبين الإيمان والتكذيب موسوسا تائها حائرا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يقول المعنى لا يصح الإيمان بالرؤية، يعني برؤية الله يوم القيامة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. والمعنى أنه أن من توهم الرؤية، توهم أنها تشبه رؤية المخلوقين أو أن الله يشبه أحد من خلقه ويماثل أحد من خلقه، فتوهم أن الله يرى على صفة كذا، هذا توهم، توهم بظنه، لأنه بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف كان مشبها، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل هذا التوهم صار جاحدا معطلا. فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها بوهم، يعني توهم ظن أن رؤية الله تشبه أن الله يرى على صفة يماثل أحدا من خلقه، هذا توهم بظنه. ثم بعد ذلك إن أثبت هذا التوهم صار مشبها، وإن نفى الرؤية من أجل هذا الوهم صار معطلا، أو تأولها بفهم، يعني تأول الرؤية بفهم يفهمه، يعني ادعى أن لها فهما يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه العرب، فحرف الرؤية وسمى تحريفه تأويلا كما فعلت المعتزلة. تأولوا الرؤية بالعلم، تأولوها بفهم،
أولا توهموا بظنونهم وأهوائهم أنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله شبيها بالمخلوقين وأن يكون جسما وأن يكون متحيزا وأن يكون محدودا. توهموا هذا التوهم ثم نفوا هذا التوهم وتأولوا الرؤية بفهم خاطئ بفهم منحرف وقالوا إن معنى الرؤية العلم. فهم توهموا أولا ثم تأولوا وحرفوا ثانيا. فلا يصح الرؤية بالإيمان لمن اعتبرها بوهم، لمن توهم أنه يلزم من الرؤية كذا وكذا وأن يكون الله يشابه المخلوقين ثم يتأولها بفهم ويقول إن معنى الرؤية العلم، وهذا ليس تأويلا صحيحا وإنما هو تحريف سماه أهله تأويلا. نعم. ومن أبى إلا التحريف أدلة الرؤية وسمى هذا التحريف تأويلا كما قال المعتزلة فإنهم يفتحون بابا للملاحدة الباطنية، فتحوا باب للباطنية فأولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، فقالوا إن الجنة إن المعاد هذا خيال ليس صحيحا والجنة والنار خيال. فلما قال لهم المعتزلة وأهل الكلام هذا نصوص المعاد ثابتة، نصوص الجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية ومعناها واضح، قال لهم القرامطة الباطنية أنتم أولتم نصوص الرؤية ونصوص الصفات وهي ثابتة ومعناها ثابت، فما الذي يبيح لكم أن تتأولوا نصوص الصفات ويمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار؟ ففتحوا باب للملاحدة تأول نصوص المعاد والجنة والنار والحساب. وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وقد حذر الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذ كان تأويل الرؤية